أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية، استعدادا للامتحان الإشهادي الخاص بالدورة الاستدراكية. غادي نخصصوا حلقات خاصة بنماذج امتحانات باش تعرفوا على طبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها باش يمكن لكم تجتازوا الامتحان في أحسن الظروف. والآن نبدأ بالتمرين الأول. أضع علامة في تحت الكلمات التي بها حرف ساكن. أضع علامة في تحت الكلمات التي بها حرف ساكن. شنو نطلب منكم في هذا التمرين؟ تفضلي سلمى. نوضع علامة في كل كلمة مناسبة لها. نوضع علامة في الكلمة اللي فيها حرف ساكن، صحيح سلمى؟ الآن تفضلي قري لنا الكلمة الأولى سلمى. بركة. صحيح. ننتقل الكلمة الثانية مع إلياس، تفضل إلياس. قسم. صحيح. ننتقل القراءة الكلمة الثالثة مع خالد، تفضل خالد. أساس. صحيح. كلمة الموالية مع زهرة، تفضلي زهرة. كأس. صحيح. كلمة الأخيرة مع خديجة، تفضلي خديجة. سهم. صحيح، تبارك الله عليك خديجة. الآن نشوفوا الكلمة الأولى، بركة. بركة، واش هذه الكلمة فيها حرف ساكن؟ تفضلي فاطمة. نعم. صحيح، تبارك الله عليك فاطمة. الكلمة فيها حرف ساكن هو حرف الراء، ونوضعوا العلامة. الآن انتقلوا الكلمة الموالية، قسم. قسم، سلمى، واش هذه الكلمة فيها حرف ساكن؟ لا، ما فيهاش حرف ساكن. تبارك الله عليك سلمى، اذا ما نوضعوش العلامه. الان انتقلوا الكلمه المواليه، اساس. اساس، تفضل خالد، واش هذه الكلمه غنوضعوا فيها العلامه ام لا؟ لا. صحيح، علاش؟ حيت ما فيهاش حرف ساكن. تبارك الله عليك خالد. الان انتقلوا الكلمه المواليه، كاس. كاس، تفضلي خديجه، واش هذه الكلمه فيها حرف ساكن؟ نعم، فيها حرف ساكن. صحيح، كيف ما كنلاحظوا في الالف المهموز، ونوضعوا العلامه. الان انتقلوا الكلمه الاخيره، سهم. سهم، تفضلي فاطمه، واش هذه الكلمه فيها حرف ساكن؟ نعم. صحيح، يعني نوضعوا العلامه كيف ما كنلاحظوا الهاء فيها السكون. تبارك الله عليكم. والان انتقلوا للتمرين الموالي، اكتب الكلمات التي تتضمن حرفا ممدودا داخل الإطار. أكتب الكلمات التي تتضمن حرفا ممدودا داخل الإطار. شنو نطلب منكم في هذا التمرين؟ تفضلي خديجة. نكتب الكلمة اللي فيها الحرف ديال المد. صحيح، تبارك الله عليك خديجة، يعني الكلمات اللي كتضمن حرف المد نكتبوه داخل الإطار. نقرأ الكلمة الأولى مع إلياس، تفضل إلياس. كنز. تبارك الله عليك إلياس. ننتقلوا الكلمة الموالية مع سلمى، تفضلي سلمى. أحباء. تبارك الله عليك سلمى. الآن قرأوا الكلمة الثالثة مع زهرة، تفضلي زهرة. سكن. تبارك الله عليك زهرة. الآن ننتقلوا الكلمة الرابعة مع خالد، تفضل خالد. منازل. تبارك الله عليك خالد. الكلمة الخامسة مع خديجة، رحلات. تبارك الله عليك خديجة. الآن ننتقلوا لقراءة الكلمة الأخيرة مع فاطمة، تفضلي فاطمة. ضيوف. تبارك الله عليك فاطمة. الآن نشوفوا الكلمة الأولى، كنز. كنز، واش هذه الكلمة كتضمن حرف المد؟ تفضل إلياس. لا، ما فيهاش حرف المد. صحيح، يعني ما غاديش نكتبوها داخل الإطار. الآن ننتقلوا الكلمة الموالية، أحباء. تفضلي خديجة، واش هذه الكلمة تتضمن حرف المد؟ أحباء. نعم، كتضمن حرف المد. وفين كتضمن حرف المد؟ وسط الكلمة. صحيح، كيف ما كنلاحظوا حرف الباء مع الشدة والفتحة والمد بالألف، ونكتبوها داخل الإطار. الآن انتقلوا الكلمة الثالثة، سكن. تفضلي زهرة، سكن، واش هذه الكلمة فيها حرف المد؟ لا، يعني ما غاديش نكتبوها داخل الإطار. صحيح. الآن انتقلوا الكلمة الموالية، منازل. منازل، تفضل خالد، واش هذه الكلمة كتضمن حرف المد؟
نعم صحيح. حرف المد. وفين كيتضمن حرف المد؟ وسط الكلمة. نعم، كيف ما كنلاحظوا حرف النون مع الفتحة والمد بالالف ونكتبوها داخل الاطار. الان انتقلوا الكلمة الموالية. رحلات، رحلات. تفضلي فاطمة، واش هاد الكلمة تتضمن حرف المد؟ رحلات. صحيح، كتضمن صحيح. حرف المد كيف ما كنلاحظوا اللام مع المد بالالف. والان انتقلوا الكلمة الاخيرة. ضيوف، ضيوف. تفضلي سلمى، واش هاد الكلمة فيها حرف مد؟ فيها حرف المد. وفين كيتضمن؟ في وسط الكلمة. صحيح، الياء مع الضمة والمد بالواو، وكتبنا داخل الإطار الكلمات اللي كتضمن حرف المد، وبقاو لينا كلمتين خارج الإطار حيت ما كتضمنش حرف المد. غادي نقرأ الكلمات ورددوا من بعدي. أحباء، أحباء. منازل، منازل. رحلات، رحلات. ضيوف، ضيوف. جيد، الآن تقلوا التمرين الموالي. أتمم بناء الكلمات بما يناسب. أتمم بناء الكلمات بما يناسب. تفضلي خديجة، شنو نطلب منا من السؤال؟ نكملوا الحروف الكلمات اللي يناسبوها. صحيح، نكملوا الكلمات بالحروف اللي غادي تناسبها. نقراو الحروف مع إلياس. تفضل إلياس، قرأ لنا الحرف الأول. بيا. تبارك الله عليك إلياس. الآن تقلو الحرف الموالي مع فاطمة. تفضلي فاطمة. صن. تبارك الله عليك فاطمة. الآن تقلو الحرف الموالي مع سلمى. تفضلي سلمى. ره. ره، صحيح. الحرف اللي من بعد منه مع خالد. تفضل خالد. شا. تبارك الله عليك. وآخر حرف مع زهرة. تفضلي زهرة. مس. مس، تبارك الله عليك. هنا عندنا جوج ديال الحروف. الآن غادي نقرأ الكلمات اللي نقصها الحروف باش يسهل عليكم تعرفوا على كل حرف مناسب لكل كلمة. عندنا الكلمة الأولى غر وفراغ في الآخر، زر وعندنا فراغ في الوسط الكلمة، تن، دا ويكون عندنا فراغ في وسط الكلمة، سن، عندنا فراغ في بداية الكلمة، جي، دون. الكلمة الأخيرة عندنا مي، ن، وفراغ في وسط الكلمة، رون. الآن غادي نشوفوا الكلمة الأولى غا ر. غادي تكتبوا على الألواح الكلمة والحرف المناسب لهاد الكلمة من بين الكلمات اللي عندنا في الأعلى. احتنتما أخواتي إخواني المشاهدين، نجزوا معنا التمرين. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم خديجة. مرة أخرى كتبي الكلمة كاملة، الكلمة بالحرف المناسب. إذا شنو الحرف المناسب هنا خديجة اللي غادي نكتبوا مكان النقط؟ سون. سون، صحيح، ونكتبوها مكان النقط. وقرأي لنا الكلمة اللي حصلنا عليها خديجة. غرسون. صحيح، غرسون. رددوا من بعدي. غرسون، غرسون. صحيح. الآن تقلوا الكلمة الموالية زا ر، وعندنا فراغ في الوسط، تون. هتكتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها. انتبهوا حيت عندنا الكلمة اللي غادي يكون نقصها حرف واحد، والكلمة اللي يقدر يكون نقصها جوج ديال الحروف. رفعوا الألواح. يلا سلمى. صحيح، تبارك الله عليكم. تفضلي سلمى، شنو الحرف اللي غادي نكتبوه مكان النقط؟ زربية. فقط الحرف من بين هادو شنو غادي نكتب؟ بيا. صحيح، غادي نكتبوا حرفين مكان النقط. وشنو هي الكلمة اللي حصلنا عليها سلمى؟ زربية. زربية، زربية. عندنا الشدة في الياء. غادي نقرأ ورددوا من بعدي. زربية،
ضربية. صحيح. الآن تقلو الكلمة الموالية. عندنا في بداية الكلمة دا وفراغ في الوسط سون، دا سون. هتكتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. إذا شنو الحرف اللي غادي نكتبوه مكان النقط؟ زهرة، تفضلي زهرة. الر. الر نكتبوه مكان النقط. وشنا هي الكلمة اللي حصلت عليها؟ درسون. صحيح، تبارك الله عليك زهرة. غنقرأ ورددوا من بعدي. درسون. درسون. صحيح. الآن تقلوا الكلمة الموالية. يكون عندنا فراغ في بداية الكلمة، جيدون فراغ، جيدون. كتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم. تفضل إلياس، شنو هما شنو هو الحرف اللي غادي نكتبوه مكان مكان النقط؟ مس. مس. صحيح. وشنا هي الكلمة اللي حصلت عليها؟ مسجدون. صحيح، تبارك الله عليك إلياس. رددوا من بعدي. مسجدون. مسجدون. صحيح. الآن تقلوا الكلمة الأخيرة. عندنا من وفراغ في وسط الكلمة رون. هتكتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها. رفعوا الألواح. ميلي شوية اللوحة ديالك فاطمة، ما كتبانش. داك السكون الميم ما كتكونش من فوق منه النقطة، والسكون يفوق يكون فوق من حرف النون. صحيح، تفضل خالد. صحيح فاطمة، تفضل خالد. شنو هو الحرف اللي غادي نكتبوه مكان النقط؟ شا. صحيح. وشنو هي الكلمة اللي حصلت عليها؟ منشار. صحيح. خالد، تبارك الله عليك. غادي نقرأ ورددوا من بعدي. منشار. منشار. صحيح. والآن انتقلوا للتمرين الموالي. أعبروا عن رأيي بكتابتي صحيح أو خطأ داخل الخانة. أعبروا عن رأيي بكتابة صحيح أو خطأ داخل الخانة. شنو المطلوب منا في هذا التمرين؟ تفضل خالد. نعم، نديروا العلامة صحيح أو خطأ. صحيح، تبارك الله عليك خالد. إذا كان المعنى صحيح نكتبه في الخانة المقابلة له صحيح، إذا كان المعنى خطأ نكتبه في الخانة المقابلة له خطأ. الآن غادي نقرأ الجمل، انتبهوا معي. يسهم الرعي الجائر وقطع الأشجار في تدمير الغابة. تمكن تقنية التنقيط من الاقتصاد في الماء والزيادة من وفرة الإنتاج. من العادات الغذائية السليمة الإكثار من تناول السكريات والدهون. نشوفوا الجملة الأولى. تفضل إلياس، قرأ لنا الجملة الأولى. يسهم الرعي الجائر وقطع الأشجار في تدمير الغابة. صحيح، تبارك الله عليك إلياس. واش هاد العبارة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، تبارك الله عليك إلياس. الرعي الجائر هو الرعي بطريقة عشوائية. الآن انتقلوا الجملة الثانية مع خالد. تفضل خالد. تمكن تقنيات تقنية التنقيط من الاقتصاد في الماء والزيادة من وفرة
من وفرة الإنتاج. من وفرة الإنتاج. تبارك الله عليك خالد، واش هاد العبارة صحيحة أو خاطئة؟ نعم صحيحة. يعني غادي نكتبو صحيح في الخانة المقابلة له. تبارك الله عليك خالد. الآن ننتقلوا مع خديجة، قرأ لنا العبارة الأخيرة. من العادات التغذية الغذائية السليمة الإكثار من التناول من تناول السكريات والدهون. صحيح تبارك الله عليك خديجة. واش هاد العبارة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. صحيح، يعني غادي نكتبو في الخانة المقابلة له خطأ. وعلاش خاطئة؟ ما خصناش نكثروا من الدهنيات والسكريات في التغذية ديالنا. تبارك الله عليك خديجة، ما خصناش نكثروا منها، خصنا دائما يكون التوازن والاعتدال. تبارك الله عليكم. وبهذا أخواتي إخواني نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. في الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نجزو نموذج آخر من الامتحان. والآن نبقاو مع مادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التربية الإسلامية. وباش نستعدوا جيدا للامتحان الإجهادي الخاص بالدورة الاستدراكية، غادي نخصوا حلقات بنماذج ديال الامتحانات، باش الناس اللي ما تمكنوش أنهم يجتازوا الدورة العادية، هذه فرصة ثانية باش يمكن لهم يستدركوا داكشي اللي فاتهم باش يجتازوا الامتحان في أحسن الظروف. إذن نبدأ الآن التمرين الأول. نشاهد التمرين على الشاشة. نقرأ السؤال. أختار المعنى المناسب للكلمات بوضع علامة في الخانة المناسبة. نعود نقرأ السؤال. أختار المعنى المناسب للكلمات بوضع علامة في الخانة المناسبة. وعندنا الخانة ديال الكلمات، عندنا هنا الكلمة، ثم عندنا الخانة ديال المعاني وكنقرأ المعنى. وعندنا هنا في الكلمات الخناس، تبت، ألبتر، ثم كلمة أخلده. وعندنا في المعاني اللي قبلت هذه الكلمات الشيطان الذي يختفي إذا ذكر الله تعالى. والمعنى الثاني الشيطان الذي يزين المعاصي بخفاء. وعندنا في المعاني ديال هذه الكلمة خسرت وهلكت. وعندنا المعنى الآخر فازت. ثم عندنا أيضا من له ولد. وعندنا معنى آخر من لا ولد له. ثم المعنيين الأخيرين يموت ويفنى، والمعنى الآخر يجعله مخلدا لا يموت. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، المطلوب منكم في هذا التمرين أنكم توضعوا علامة في الخانة أمام المعنى المناسب لكل كلمة. إذن نقرأ الكلمة ومن بعد منها نقرأ المعنيين بجوج ونختار المعنى المناسب ونوضع أمامه علامة. إذن نشوفوا الآن الكلمة الأولى. نعم، شكون اللي قرأ لنا الكلمة؟ تفضل خالد. الخناس. نعم، عندنا كلمة الخناس، شنو المعنى ديالها؟ واش هو الشيطان الذي يختفي إذا ذكر الله تعالى، أم الشيطان الذي يزين المعاصي بخفاء؟ الشيطان الذي يختفي إذا ذكر الله تعالى. جيد، هي اللي غادي نوضعه أمامها علامة. تبارك الله عليك خالد. نشوفوا الآن الكلمة الثانية. نعم، نقرأ الكلمة. تبت. تبت فاطمة، واش معناها؟ خسرت وهلكت أم فازت؟ خسرت وهلكت. خسرت وهلكت فعلا هو المعنى المناسب للكلمة ونوضع علامة أمامه.
جيد. نشوفوا الآن الكلمة الثالثة. نعم نشوفها مع إلياس. إلياس تفضل قرأ الكلمة. ألبترو. جيد إلياس. ألبترو. وعندنا هنا جوج ديال المعاني. تقرأ لنا المعنى الأول إلياس. من لا ولد. من له. من له ولد. جيد. من له ولد. والمعنى الثاني. من لا ولد له. جيد إلياس. وشكون المعنى المناسب لكلمة ألبترو؟ المعنى المناسب هو من لا ولد له. جيد. ألبترو وقلنا المعنى ديالها من لا ولد له، وكنوضعوا العلامة أمام هذا المعنى. تبارك الله عليك إلياس. نشوفوا الآن الكلمة الرابعة والأخيرة. نعم نشوفوا خديجة. تفضلي خديجة قرأي الكلمة. أخلده. جيد. أخلده. وعندها جوج ديال المعاني، أو عندها معنى واحد نختاره من بين هاد جوج المعاني. نعم قرأي خديجة. يموت ويفنى. جيد. وعندنا المعنى الآخر. يجعله مخلدا لا يموت. جيد خديجة. شكون هو المعنى المناسب لكلمة أخلده؟ يجعله مخلدا لا يموت. تبارك الله عليك خديجة. هذا هو المعنى المناسب للكلمة، ونوضع علامة أمامه. تبارك الله عليكم جميعا. إذن نعود نقرأ الكلمات مع المعنى المناسب لها. نعم إلياس. الخناس. نعم معناها المناسب هو الشيطان الذي يختفي إذا ذكر الله تعالى. جيد. أتميم إلياس. تبت. نعم. خسرت وهلكت. جيد إلياس. تبارك الله عليك. نشوفوا الآن الكلمة الثالثة. خديجة تفضلي قرأي لنا الكلمة. ألبتر. نعم. من له ولد. نعم. لا خديجة انتبهي، المعنى الثاني هو المعنى الصحيح. من لا ولد له. من لا ولد له. جيد. الكلمة الأخيرة. يجعله. لا قرأي الكلمة. قرأي الكلمة خديجة. أخلده. أخلده معناها يجعله مخلدا لا يموت. جيد تبارك الله عليكم. مخلدا لا يموت. والآن نمر للتمرين الثاني. أصل بخط بين الآية والتي تليها. إذن عندنا هنا الآية، وعندنا الآية التي تليها. إذن عندنا مجموعة من الآيات غادي نربطوا بيناتها بسهم. إذن نقرأ الآيات. عندنا ملك الناس، فصل لربك وانحر، الذي أطعمهم من جوع، إنها عليهم موصدة. وعندنا في الجانب المقابل كذلك تتمة ديال هذه الآيات، نقرأهم. وآمنهم من خوف، إله الناس في عمد ممددة. ثم عندنا إن شانئك هو الأبتر. والمطلوب منكم أعزائي في هذا التمرين أنكم توصلوا بواحد الخط ما بين الآية اللي عندنا في هذا الجانب والآية الموالية لها واللي في الجانب الثاني. إذن نقرأ الآن الآية الأولى. سلمى تفضلي قرأي لنا الآية. ملك الناس. ملك الناس. شنو التتمة ديالها سلمى؟ إله الناس. جيد سلمى تبارك الله عليك. إله الناس. وهذه الآية فاش من صورة كاينة سلمى؟ صورة الناس. جيد تبارك الله عليك. في صورة الناس وغادي نصلوا بخط. نشوفوا الآن الآية الثانية. نشوفوها مع زهرة. تفضلي زهرة قرأي الآية. فصلي. فصلي لربك وانحر. جيد. شنو التتمة ديالها زهرة؟ إن شانئك هو الأبتر. تبارك الله عليك. إن شانئك هو الأبتر. ونوصلوا بيناتهم بخط. نشوفوا الآن الآية الثالثة. يقرأها لنا خالد. تفضل خالد. الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم. أطعمهم من جوع. من جوع. جيد. شنو التتمة والآية الموالية لها خالد؟ وآمنهم من خوف. جيد تبارك الله عليك. تتمة ديال الآية هي وآمنهم من خوف، ونربط بيناتهم بخط. إذن الآن نمر الآية الرابعة والأخيرة ونشوفها مع فاطمة. تفضلي فاطمة قرأي الآية.
إنها عليهم موصدة. جيد. في عمل ممددة. في عمد ممددة. تبارك الله عليك فاطمة. في عمد ممددة ونوصل بينتهم بخط. تبارك الله عليكم جميعا. إذن ننتقل الآن للتمرين الموالي. انتبهوا، كيقول التمرين أضع سطرا تحت العبارة الصحيحة. أعيد، أضع سطرا تحت العبارة الصحيحة. وعندنا العبارة الرئيسية كتقول من أسباب النجاة من الخسران. وعندنا هنا أربعة ديال العبارات اللي غادي نقراوهم، وخاصنا نوضع سطر تحت العبارة الصحيحة، والعبارة الخاطئة نخليوها بلا سطر. إذا نقرأ العبارات: الإيمان والعمل الصالح، التواصي بالحق والصبر، اقتراف المعاصي والذنوب، شكر الله على نعمه. إذن نشوف الآن العبارة الأولى. نعم، كتقول العبارة: من أسباب النجاة من الخسران الإيمان والعمل الصالح. واش هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ واش غنوضعوا سطر أم لا؟ نشوفوا إلياس، تفضل إلياس جاوبنا. نعم صحيح، الإيمان والعمل الصالح من أسباب النجاة من الخسران. جيد إلياس، تبارك الله عليك. إذن غنوضعوا سطر تحت هذه العبارة لأنها صحيحة. نشوفوا الآن العبارة الثانية: من أسباب النجاة من الخسران التواصي بالحق والصبر. خديجة شنو رأيك، واش غنوضعوا سطر تحت هذه العبارة أم لا؟ صحيح، غادي نديرو تحت منها سطر. جيد خديجة، تبارك الله عليك، غنوضعوا سطر تحت هذه العبارة لأنها صحيحة. نشوفوا الآن العبارة الثالثة: من أسباب النجاة من الخسران اقتراف المعاصي والذنوب. سلمى، شنو رأيك في هذه العبارة؟ ماشي صحيح، لأن اقتراف المعاصي والذنوب هو سبب في خسران، ماشي النجاة من خسران. جيد، تبارك الله عليك سلمى، هو سبب في الخسران ماشي في النجاة من الخسران، وما غاديش نوضع سطر تحت هذه العبارة. نشوفوا الآن العبارة الرابعة والأخيرة. نعم، نقرأ العبارة: من أسباب النجاة من الخسران شكر الله على نعمه. زهرة، تفضلي قولي لنا واش غنوضعوا سطر أم لا؟ نعم. جيد زهرة، تبارك الله عليك. إذن غنوضعوا سطر تحت هاد العبارة. وعلاش اختاريتي نعم زهرة؟ شكر النعم أسباب النجاة من الخسران. تبارك الله عليك، من أسباب النجاة من الخسران أننا نشكر الله على النعم دياله. تبارك الله عليك زهرة. إذن نشوفوا الآن التمرين الموالي من بعد ما نجزتوا هذا التمرين بشكل صحيح. نشوفوا الآن التمرين على الشاشة: أضع علامة في الخانة المناسبة. إذن عندنا ثلاثة ديال الخانات: الخانة الأولى فيها العبارات، والخانة الثانية فيها فرائض الصلاة، والخانة الثالثة فيها سنن الصلاة. إذن انتبهوا للعبارات نقراهم: تكبيرة الإحرام، التشهد الأول والثاني، السلام والجلوس له. إذن المطلوب منكم أعزائي في هذا السؤال توضعوا علامة في الخانة المناسبة، إما في خانة فرائض الصلاة أو تحت خانة سنن الصلاة. نشوفوا الآن العبارة الأولى. خالد، تفضل قرأ لنا العبارة. تكبيرة الإحرام. جيد خالد، تكبيرة الإحرام واش هي، من فرائض الصلاة أم من سنن الصلاة؟ تكبيرة الإحرام هي من فرائض الصلاة. إذن نوضع علامة تحت الخانة ديال فرائض الصلاة. جيد خالد، نشوفوا الآن العبارة الثانية: التشهد الأول والثاني. فاطمة، شنو رأيك، واش هي من فرائض الصلاة ولا من سنن الصلاة؟ من السنن. تبارك الله عليك فاطمة، من سنن الصلاة، ونوضع علامة أمامها. نشوفوا الآن العبارة الثالثة والأخيرة. إلياس، تفضل قرأ لنا العبارة. السلام والجلوس له. جيد إلياس، السلام والجلوس للسلام واش هي، من فرائض ولا من السنن؟ من فرائض الصلاة. جيد، وفين غنوضع العلامة إلياس؟
نديروا علامه في الخانه ديال فرائض الصلاه. جيد الياس، تبارك الله عليك. اذا انتهينا من التمرين، والان نمروا للتمرين الموالي. كيقول التمرين اجيب بنعم او لا، وعندنا العباره اللي مكتوبه باللون الاحمر: من آداب طالب العلم عندنا احترام المعلم والزملاء، الصبر والمثابرة في التحصيل، التكبر والخجل عند طرح الأسئلة. إذن المطلوب منكم في هذا التمرين أنكم توضعوا أمام العبارة إما نعم إذا كانت من آداب طالب العلم، أو لا إذا كانت خاطئة. نشوفوا الآن العبارة الأولى: نعم احترام المعلم والزملاء. خديجة، شنو غنوضعوا أمام هذه العبارة؟ نعم طالب العلم خصو يحترم المعلم والزملاء ديالو. جيد، تبارك الله عليك. خصنا نحترموا المعلمين ديالنا والزملاء اللي معنا. إذا وضعوا نعم أمام هذه العبارة لأنها من آداب طالب العلم. نشوفوا الآن العبارة الثانية: الصبر والمثابرة في التحصيل، واش هي من آداب طالب العلم أم لا؟ سلمى تفضلي. نعم، حيت اللي بغى يتعلم خاصو يصبر ويجتهد. جيد سلمى، تبارك الله عليك. إذا وضعوا نعم أمام هذه العبارة. والعبارة الأخيرة: التكبر والخجل عند طرح الأسئلة. زهرة، واش هذه من آداب طالب العلم أم لا؟ لا، حيت خاص طلب العلم يكون متواضع. جيد، تبارك الله عليك. وفي نفس الوقت ما خاصوش يحشم أثناء طلب العلم. إذن أنوضع لا أمام هذه العبارة. جيد، تبارك الله عليكم جميعا. وهكذا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، غنكون وصلنا لنهاية حصتنا لمادة التربية الإسلامية. انتقلوا الآن لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب. وهذه الحلقة والحلقات المقبلة إن شاء الله غنخصوهم للتهيؤ على الاختبار الإشهادي الخاص بالدورة الاستدراكية. وفي هذه الحلقة هذه غنشرعوا في الإنجاز ديال مجموعة من الأسئلة اللي هي خاصة بنموذج الاختبار. ونبدأ بالسؤال الأول، إذا نقرأ لكم واستمعوا. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر باستعمال الرمز المناسب. وأول عدد عندنا هنا على جهة اليسار هو 159، ومن بعد عندنا 5292، والعدد الموالي 62، والعدد الأخير 3860. إذا المطلوب منكم هنا هو ترتبوا هذه الأعداد هذه من الأكبر إلى الأصغر باستعمال الرمز المناسب. إذا خذوا الألواح ديالكم ورتبوا هذه الأعداد مع استعمال الرمز. نعاود نقرا لكم. عندنا العدد الاول هو 159، والعدد الموالي هو 5292، والعدد الموالي هو 62، والعدد الاخير هو 3860. رفعوا الألواح ديالكم. جيد سلمى، جيد زهرة، جيد خالد، جيد فاطمة، جيد إلياس، جيد خديجة. إذا صحيح. إذا نطلب من سلمى تقولنا شنو هو أول عدد غنبداو به. 5292.
فعلا 5292، ومن بعد غنوضعوا الرمز أكبر من. والآن شنو هو العدد الموالي زهرة؟ 3860. وشنو من بعده غنوضع؟ 3860. إذن فعلا غنوضع 3860، ومن بعد ما نوضع العدد شنو غنوضع من موراه؟ الرمز أكبر. جيد، الرمز أكبر من. فعلا إذا نوضعوا العدد ونوضعوا من بعده الرمز. إذا بقوا لي عددين، شكون هو الكبير فيهم فاطمة؟ 159. 159، ومن بعد شنو غنوضع من المور هذا العدد؟ الرمز أكبر. جيد، إذا فعلا وضعوا الرمز العدد ومن بعد الرمز أكبر من، وبقلنا أصغر عدد هو 62. ونطلب من إلياس يقرأ لي هذه الأعداد. نعم إلياس. 5292 أكبر من 3860. 3860 أكبر من 159. 159 أكبر من 62. جيد إلياس، بارك الله عليك. إذا الآن مروا السؤال الموالي. أضع العبارة في المكان المناسب. إذا عندنا العبارة الأولى في الدقيقة، والعبارة الموالية في اليوم، والعبارة اللي من بعد في نصف الساعة، والعبارة الأخيرة في الساعة إلا ربعا. وعندنا هنا على جهة اليسار الاختيارات، أو الاختيار عندنا هو 30 دقيقة، والاختيار الموالي هو 24 ساعة، والاختيار الموالي هو 45 دقيقة، والاختيار الأخير هو 60 ثانية. إذا احنا المطلوب منا هو نملؤ هذا الفراغ هذا بالعبارة المناسبة. إذا نبداو بالعبارة الأولى، ونطلب من خديجة تقراها لي. نعم خديجة. في دقيقة. في الدقيقة. إذا في الدقيقة خديجة، واش 30 دقيقة؟ واش 24 ساعة؟ واش 45 دقيقة؟ أو 60 ثانية؟ 24 دقيقة. في الدقيقة، شحال عندنا في الدقيقة؟ دقيقة واحدة شحال فيها؟ شكون هي العبارة اللي كتناسبها؟ 60 ثانية. فعلا هي 60 ثانية، إذا في الدقيقة 60 ثانية، ونوضعوها في الفراغ الأول. نمروا للعبارة الموالية. نعم سلمى اقرأ لي العبارة. في اليوم. في اليوم، إذا شكون هي العبارة اللي كتناسبها؟ 24 ساعة. فعلا في اليوم 24 ساعة، ونوضعوها في الفراغ الثاني. جيد، والعبارة الموالية، تفضل خالد قرأ لنا العبارة. في النصف ساعة. جيد، في النصف ساعة، إذا شنو هي العبارة اللي كتناسبها؟ 30 دقيقة. 30 دقيقة، جيد، ونوضعوها في الفراغ الثالث. بقلنا العبارة الأخيرة. نعم إلياس قرأ لنا العبارة. في الساعة إلا ربعا. نعم. فيها 45 دقيقة. جيد، فيها 45 دقيقة، وبهذا نكون هنا تصحيح ديال السؤال الثاني. إذا الآن مروا للسؤال الثالث. أحل المسألة. إذا عندنا اشترى عمر الخضار من سوق الجملة 3 أنواع من العنب. إذا عندنا 20 كيلوغرام من العنب الأخضر 200 درهم، وعندنا 15 كيلوغرام من العنب الأحمر ب 150 درهم، وعندنا 10 ديال كيلوغرامات من العنب الأسود ب 75 درهم. ده المطلوب منا هنا، نشوفوا ما هو المبلغ الذي اشترى به عمر العنب. إذا المطلوب منكم هنا تعرفوا بشحال شرى عمر الخضر هاد العنب هادو بثلاثة، يعني بالأنواع ديالهم ثلاثة، بشحال شراهم. إلياس شنو العملية اللي غنديرو هنا باش نعرفو عمر الخضر بشحال شرى هاد الكمية كلها ديال العنب؟ نعم إلياس. غنديرو عملية الجمع. جيد، إذا شنو غنديرو فيها؟ شنو غنوضعو فيها؟ غنوضعو 200 درهم هي الأولى. جيد، نعم. ثم 150 درهم. يعني 200 درهم نزيدو عليها 150 درهم، نعم. ثم 75 درهم. ونزيدوا عليها 75 درهم. جيد، اذا نوضعوا عمليه الجمع. اذا نوضعوا هذه العمليه هذه على الالواح ديالكم ونجزوها.
رفعوا الألواح ديالكم. جيد سلمى، جيد إلياس، تبارك الله عليك فاطمة، صحيح خليد، نعم انتبه زهرة، تنعاود اجمع العملية ديالك، نعم خديجة، يلا زهرة عاود حسب، الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. زهرة جيد. زهرة إذا شحال عطات لك زهرة؟ عطاتني 425. جيد، ونطلب من سلمى تقول لنا كيفاش وضعت هذه العملية هذه وكيفاش نجزاتها. نعم سلمى، باش بديتي؟ دازت 200 درهم. فعلا حطه هو الأول. 150. كيفاش حطيتي هذا العدد؟ درت الوحدات تحت الواحد، صفر تحت صفر. نعم. مشيت للعشر درت خمسة تحت صفر. نعم. والمئات درت واحد تحت الجوج. جيد. ودرت 75 درت مشيت للوحدات درت صفر، درت خمسة تحت من صفر. نعم. والعشر درت سبعة تحت من خمسة. جيد. نعم. إذا ورينا الطريقة ديال الإنجاز. بديت من الوحدات. درت صفر زائد صفر زائد خمسة عطاتني خمسة. فعلا. مشيت للعشرات درت صفر زائد خمسة زائد سبعة عطاتني 12، كتبت جوج وحسبت بواحد. تبارك الله عليك سلمى. نعم. مشيت للمئات درت واحد زائد جوج زائد واحد عطاتني أربعة. عطاتنا أربعة. جيد، إذا شحال هو المجموع؟ 425. دان 425 فعلا. وفي الخانة هنا ديال الحل شنو غنكتبو؟ المبلغ الذي اشترى به عمر العنب 425 درهم. فعلا سلمى، المبلغ الذي اشترى به عمر العنب هو 425 درهم. إذا نطلب من إلياس يعاود يقرأ لنا العبارة. نعم إلياس. المبلغ الذي اشترى به عمر العنب هو 425 درهم. جيد إلياس. بهذا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، تكون حلقتنا ديال اليوم وصلت النهاية ديالها. كنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا ضمن هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو بواسطة الإنترنت على الرابطين الإلكترونيين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.